طقوس العيد في المسجح وروس البلق والبرعاء الحارثيه بالدق وسط الكروش ويا مرحبا بالضيف ذي اذهب القلق ومحزم القواد تدعم الجيوش ويا جيوش الحق سيري نسق نسق وتسابقي في الصحاري ويا السواق هوش قبائل بن الحار ذي ذو اهم بثق مساند اهل الجيش في كل المجالس والدشوش ومثلها همدان تدعم مع النسق وافرادها في الحرب تصبح كما الوحوش وكل القبائل جاهزه وقت الشفق ويا ويلك الوالي الرافضه باقلعولش قرنبوش في الحرب ولا السلم قد قسم بالفلق على خطى الفاروق نصبر على الشموس ويا عيدنا الاضحى مسامح متفق قلنا ويا عيدنا الاضحى مسامح متفق العيد هذا غير ماشي على ذبح الكبوش قد عيدنا في الحرب ما يشرب مرق شرب المجاهد دم من وسط المشوش والاضحيه لله هي روس السرق ولاجل دين الله بات ترخص النفوس ولاجل دين الله بات ترخص النفوس وانتم منكم حياكم الله يا قبائل همدان مرحب عدد ما شنت الأمزاني يا مرحبا لا ديرة الشيخ سلطان أرض الإباء والعز والإيماني ما ربت هيكم من أقصى الجدعان ومن عبيده لا طرف بيحاني يا الحارثي رحب بكل الضيفان يا مرحبا القاسي بكم والداني لا متى زعل الكل ساعة شعلان لا متى زعل الكل ساعة شعلان بانفرش العينين للهمداني اليوم بانفرح بعيد الرحمن تبقى ابتسامتنا هي العنواني اليوم هذا الكل ينسى الأحزان مش وقت ذا جاني ذا مجني وهذا جاني يوم التسامح بين كل الأخوان يوم الصلح بالأهل والجيراني العيد فرحه في جميع الاوطان والعيد في مارب فرح نوع ثاني به فرق بين العيد جنب النزوان وبين من عيده مع الشجعاني بين الذي مدكي في اطراف ديوان وبين ذي في ساحه الميداني به فرق ما بين الغداء في رغوان ولا الغداء في مطعم الشيباني العيد لمن ضحى بسبعه حيثان مشوا بسبعة ألف الشبواني شتان عند الله بين الاثنان بين الثريا والثرى شتاني والختم باصلي ختامها أزكى صلاة المنان على النبي المصطفى العدناني وقال أصحابي هلا وسهلا Allah'a emanet olun.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة المباركة في عيد الأضحى المبارك في هذه المحافظة المباركة والأرض المباركة في أرض مأرب الأبية في جولة عبد الغني شعلان الشهيد عبد الغني شعلان. نحتفل بهذه المناسبة العظيمة عيد الأضحى المبارك، ونحن إن شاء الله قادمون في القريب القادم القريب إن شاء الله بإذن الله قادمون لأن نفرح هذه الأفراح في صنعاء إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لن يخلف الله وعده، والوعد قادم إن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت بفضل الله، ثم بأرواح الشهداء ودماء الجرحى وجهود المجاهدين والنصر للحق والخذلان للباطل والخلود للشهداء والشفاء للجرحى بإذن الله. اليوم في دوار شعلان في محافظة مأرب، وغدا العيد القادم نحتفل بالتحرير وفي ميدان السبعين بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ قيادتنا السياسية وجميع وكافة أبناء الشعب اليمني بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا ونحن منتصرين مظفرين بإذن الله الواحد الأحد. وأقول من هنا رسالة للجميع: نحن أصحاب هذه الأرض، لأننا نحن الذين ندافع عن الشرف اليمني وكرامة اليمني، ولأننا بإذن الله عز وجل لا نرتهن لأحد، لا من الخارج ولا من الداخل. نحن من يدافع عن دينه وعن أرضه وعن عرضه، وبإذن الله موعودون بالنصر، بإذن الله الواحد الأحد موعودون بالنصر، ونحن منتصرون 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 بإذن الواحد الأحد. لا نملك إلا أن ننتصر ثم ننتصر ثم ننتصر بإذن الله الواحد الأحد.